Everybody's sleeping now. It's very early in the morning. انت وعلي اللي قالوا لك ايه؟ لا بقول لك ايه، انت متاكد من العنوان ده الاول؟ ايوه متاكد، هو العنوان اللي ادته لي الوليه اللي اسمها ساوث اند داي. I think you should come back later when somebody wake up so you can speak to. شكلك كده بتطردنا ولا ايه؟ It's impossible. I can't work this work. اهو انت اللي جابوك كمان. في يا معلمين، يا صباح الخير يا صباح الفل. Do you know these people, ma'am? يعني انا فيك مكوبين على جفاك دلوك ولا ايه؟ اهدى بس يا اخوي. I think. لا think go يا اخوي think go. I don't believe it. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، نورتونا. كانك فاهمه اللي هيقوله الواد يا هاني؟ امال ايه، ده اللي معلماه، ده اللي دبلون. ما شاء الله. بالمناسبه الكلام اللي قاله لنا الراجل اللي اسمه مرسي طلع صادق فيه. الله اعلم. الله اعلم. وعي الحاجه نجاتي؟ لا. هانم اتغيرت قوي يا جماعه. كل حاجه مكتوبه باسمها، مش عايزاها تتغير. ما تاخدوش الامور بحساسيه كده، كل مرحله وليها اسلوبها في التعامل. وانا شايف اللي بتعمله هانم ده طبيعي جدا. اخواتي مش هيركبوا معايا؟ احتياطات امنيه يا فندم. لا انا الاسبوع كله مش فاضي. تقريبا الاستاذ شريف عرفه. ايوه يا بيه. هاي يا حبيبتي، انت فين؟ طيب انا عازمكم كلكم على عشاء النهارده. يا صبحي ارجع المنشيه، اوعى تقول لحد انك شفتني حتى لو بالصدفه. ها بسلمني على امك. اشرقت الانوار يا هانم. هانم يا اهلا يا اخويا. يلا مفيش وقت يا هانم. لما يبقوا اخواتي. الوقفه هنا يا هانم صعب تامنها. اتفضلي يا هانم. هانم جوه عشان في ميعاد مهم لمعاليكي بعد دقايق، واخوات معاليكي يجوا براحتكم. اتفضلي يا هانم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي. بسرعه. افتح يا ابني افتح افتح. أولى بسوني يا فندم. يا أهلا وسهلا يا أختي. سكرتيرة معاليكي ومديرة مكتبك. تستاهلي يا أختي، ربنا يزيدك. بصي خالتي بلعوطة، اتفضلي على مكتبك. هتلف في وشها ولا إيه؟ اتفضلي يا هانم، اتفضلي اتفضلي. يا ساتر.